الكولاجينية. بتعمل لك ايه دي بقى كده لما انت تحطها كده؟ بقى بتنزل ايه؟ بتنزل مادة كولاجين. لو في تعويرة هنا زي اللي انت شايفها دي اهي، المادة دي بتنزل بتضيع لو في اي جروح، اي تجاعيد، شد للجلد، الكلام ده. بص بص، هي دلوقتي هتنزل تنزل افرازاتها اهي. بص بص بص، يا من ورا بتنزل المادة ازاي؟ تشخت على ايدك. مش بس كل الجيم. بص، مادة بتفرزها. ايوه، طول ما هي ماشية عمالة تنزل ايه؟ على الجلد المادة. دي بقى بتتحط على البشرة، طول ما هي ماشية بتنزل المادة. يعني الستات يعني الستات بتحط دي على شفايفها؟ اه شفايفها. وعلى